شتلات الموز. شتلات الموز شتلات الموز وتشوفون الموز بعدة أصناف، ويعيش بأشد درجات الحرارة، ويتحمل الجفاف، ويتحمل يعني العطش، ومنتج وزمان سنة، يعني سنة من تأخذ هذه الشتلة وتضعها. طبعا هذا اللي ياخذ هسه الان بعض يقول لي انا زين شتلات، اذا حصن شتلات شلون احصلها؟ هسه الدوله ما متساعده ويانا، ولكن من استمرارنا وتعاوننا بشيء احنا راح يصير عندنا الكفاح، راح يصير عندنا، وراح يصير عندنا التعاون ان شاء الله على حب الله. خلنا نتعاون من اجل وطننا، خلنا نتعاون من اجل نعيد هذا الوطن وتاريخ هذا الوطن. العراق بلد السواد يسمى، ولكن الآن نجد كل الأراضي مستحصرة، كل الأراضي قاحلة جرداء لا شيء بها. لأرجو من الأخوة الشرفاء والأخوة المناضلين والأخوة اللي عندهم علاقات مع مستشارين النواب في مجلس النواب، طرح عليهم هذه الفكرة، شيء نقدم إلى عراقنا، نجعل المليون شجرة موز في العراق والأكثر والأكثر، ونجعل عراقنا ما يستورد، ما يستورد. ليش أرضنا؟ أرضنا أرض طيبة، أرضنا أرض خصبة، نريد نتعاون الكل، نجمع الكل، الكل نتعاون. شيء بإمكاني والله أجيب لكم إياها بأرخص الأسعار، أرخص الأسعار كما جد ما تتوقعون انه اجيب لكم شتلات الموز. لكن نريد التعاون، نريد التكاتف، على ما قال الله سبحانه وتعالى: تعاون على البر والتقوى ان كرمكم عند الله اتقاكم. خلوا هاي الآية الكريمة بإذانكم، خلوا هاي الآية، حاربوا الفساد، حاربوا هؤلاء اللي يبيعون في السنتيمات بشتلات اسعار غالية. شجعوا على الزراعة، زرعوا انتم بنفسكم، طوروا انتم بنفسكم، شجعوا غيركم وغيركم، خلوا بلدكم الى سمعة، خلوا بلدكم صح بلد البلد الزراعي. هذا الجروب بي من عدة جنسيات، لما يشوفون واحد يعرض بالشتلات بالسنتيمات يضحك على العراقيين. ليش تجعلون هذا العراق هجي وطنكم هذا؟ ليش تشجعون للاستغلال والطمع والغرة؟ يجب ان تكونون يد واحدة، يد واحدة ضد هؤلاء. والسلام.